session as these fine esteemed guests, distinguished دولة الشمول المالي والحضور المتزايد لبريد الجزائر في الأحداث والتظاهرات الوطنية شكل منا عدد 72 مليون كيلو دينار في هنا كان لنا فرصة واستغليناها الجزائر باش ننظموا أول مرة في الجزائر ندوة سيمبوزيوم ووركشوب فرقة عمل مع بلدان العرب. كان وفد من البلدان العرب اللي جاوبوا معنا حوالي 12 بلد كانوا مكونكتين معنا وتواصلوا معنا في هذه الندوة اللي نعمل فيها مدة 4 أيام هنا في الجزائر. ندرس فيها كل البرامج اللي نقدر نطور بها مجالات البريد، توصيل البريد، الطرود، السلع، التجارة الإلكترونية وكل ما هو في متناول هذا البرنامج.